والكلام هتلاقيه مكرر شويه في مختلف الجرايد يعني، بالتحديد على موضوع وليد ازارو يعني. فانا هحاول الم القصه كلها كده في تعليق واحد بس، نقرا الاول خبر الوطني. الاهلي يتكتم على مدرب عالمي بنسبه كبيره، ده مش بنسبه كبيره، ده دي سمه النادي الاهلي، دايما بيكون في تكتم على الامور اللي بيحاول يخلصها، بنفوجئ بالمدير الفني الجديد او بلعيب بتتعاقد معاه، كل هذه الامور من خلال سياسه النادي الاهلي، وده شيء مميز في الحقيقه بيقوم بيه المسؤولين في النادي. الشناوي يتمسك بالرحيل ليه؟ طيب هيتمسك بالرحيل ليه؟ ما طبعا فيش الكلام ده خالص خالص يعني. الشناوي نجم كبير وحارس كبير جدا، وبالمناسبه عشان البعض يقول لك اصل هو بيتمسك بالرحيل عشان جاله عروض وعشان هو نفسه ياخد تجربه الاحتراف، هو محترف في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت مفيش اي عروض جت ليه محمد الشناوي. فاجتهادات كلها او كلام يعني، ممكن يكون في كلام وكلام بشيء طبيعي يعني ومنطقي وارد جدا، لكن في نفس الوقت مفيش اي عرض رسمي جه للنادي الاهلي بخصوص محمد الشناوي. وفي نفس الوقت اللاعب متمسك بتواجده في النادي الاهلي. اه موضوع لو جالك عرض رسمي ممكن يبقى فيه مناقشه من الاداره، من اللاعب، الكلام من ده وارد يعني، لكن كل اللي نقدر نقوله ان الشناوي مكمل مع النادي الاهلي، الشناوي موجود وماشي بشكل كويس جدا مع الفريق، واحد النجوم الكبار في الكره المصريه بشكل عام كحارس مرمى والحارس الاول في مصر. فكلام مش حقيقي اطلاقا، موجود محمد الشناوي مع النادي الاهلي، مش بيتمسك بالرحيل خالص على فكره.